نتحدث أكثر عما خرج به هذا المؤتمر وكيف نصف المرحلة بعده. من بغداد الخبير الاستراتيجي دكتور حسين العلاوي ينضم إلينا. أهلا بك معنا دكتور حسين. إذا كان واضح ما خرج به هذا المؤتمر، الأرقام واضحة فيما يتعلق بكل القطاعات، قطاع النفط، قطاع الصحة، قطاع البنية التحتية وغير الكثير. غير الموضوع المالي، هناك تحديات كثيرة أخرى الكل يتخوف منها اليوم. تعليقك على ما خرج بها وعلى أبرز التحديات التي تتخوف منها. يعني مساء الخير عليك استاذ ميسو، مساء الخير على المشاهدين الكرام. حقيقة اليوم الأول لمؤتمر إعادة الإعمار في الكويت الشقيقة هو مؤتمر فعال ومؤتمر جيد في يومه الأول. هنالك إشارات إيجابية ممتازة لدعم العراق وإعمار المناطق المحررة. ما يهمنا الآن هي ليست الأموال، وإنما ما يهمنا هو استدامة التعاون الدولي مع العراق ودعم الحكومة العراقية في جهودها لإعمار المناطق المحررة، وكذلك تسويق الفرص الاستثمارية في المناطق الأخرى من العراق سواء في المدن أو المحافظات. وبالتالي العراق يعني يركز الآن حقيقة على خطة استراتيجية من محورين. الخطة الأولى هي إيجاد الإعمار للبنى التحتية الأساسية التي هي تقدر الآن ب 22 مليار دولار. الآن هنالك تبرعات قدمت من قبل المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية الدولية والإقليمية والعربية، وهذه خطوة جيدة، لكن نتطلع إلى اليوم الثاني وهو دور القطاع الخاص ودور الشركات الاستثمارية، ونتطلع إلى اليوم الأخير حقيقة الذي سيكون اليوم الثالث وهو تبرعات الدول عبر وزراء الخارجية في المؤتمر الذي سيعقد في هذا المجال، والذي سيحضره طبعا السيد رئيس الوزراء العراقي، وكذلك بالمقابل سيحضره الملك والملوك والأمراء في الدول الخليجية وكذلك الدول العربية. وهذا بالتالي نعول على كذلك وزراء الخارجية للدول الصناعية السبعة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم العراق. بعد الإعلان عن الأرقام المساعدات، إن كان من منظمات حكومية أو خاصة التي تتوقعونها غدا أو دول أخرى بعد غد، متى عادة ماذا يحدث بعدها؟ متى يتم تسليم الأموال؟ لمن تسلم الأموال؟ متى توضع السجلات كأولويات؟ لمن نوزع؟ ما الذي يعني ننجزه بداية؟ أكيد سؤال مهم هذا السؤال. يعني المجتمع الدولي الآن لديه بعض التساؤلات حول آلية انتقال الأموال إلى الحكومة العراقية، والحكومة العراقية حقيقة قد مارست هذا الدور في مطلع أنه عودة برنامج عودة الاستقرار الأساسي الذي أدارته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وبالتالي الأمم المتحدة عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ستشرف على إدارة هذه الأموال، كذلك سيكون هنالك ذراع استشاري وتنفيذي من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة الفنية في هذا المجال، إضافة إلى أنه سوف تكون هنالك دعوات مباشرة إلى الشركات التي ستعمل على إعادة إعمار البنية التحتية، والتي مثل ما أشرنا أن هنالك يعني أرقام تصل إلى 22 مليار دولار، وكذلك هنالك على المدى البعيد بنى تحتية تحتاج إلى 60 مليار دولار، لكن الآن الأولوية إلى هذه الحزمة من المشاريع الأساسية التي ستعيد الحياة إلى المدن التي دمرت من قبل التنظيم الإرهابي الذي مارس الإرهاب خلال 3.5 سنوات. وبالتالي سيكون هنالك حساب خاص تابع إلى يشرف عليه البرنامج المالي للأمم المتحدة، وسيكون لدى الحكومة المباشرة في مفاتحة والإشراف والشراكة وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح هذه الأعمال التي ستطور البنى التحتية. رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد قال من يومين بأن المؤتمر سيبحث إعادة إعمار العراق بأكمله ليس مناطق محددة، وأكد بأن هناك فرق بين إعادة الإعمار الشامل وبين إعادة الاستقرار وما يتبعه، يعني تهدئة المدن المحررة لاستقبال النازحين، رفع الألغام، تفويل المياه والكهرباء وكل هذا. إلى أي درجة هذا كله سيكون مشمولا وآلية تطبيقه على الأرض أيضا يعني عملية بعد المؤتمر؟ أكيد الأولوية ستكون إلى خطة استقرار المناطق المحررة، لأنه هذه أولوية بإعادة النازحين إلى مساكنهم من خلال توفير المياه والكهرباء والخدمات الصحية والتربوية والتعليمية، وكذلك بالمقابل مثل ما أشرت حضرتك إلى نقطة مهمة هي رفع الألغام. هنالك بعض المناطق لحد الآن الأمم المتحدة وهنالك دعم فني من قبل دول التحالف الدولي حقيقة لرفع مخلفات الحرب من عبوات ناسفة زرعها هذا التنظيم الإرهابي
في المناطق السكنية، وبالتالي هنالك عمل كبير في هذا المجال. لكن بالمقابل ستكون المرحلة الثانية والثالثة، مثلما حتى صرح تصريح وزارة التخطيط كان تصريح أنه العمل سيكون على مدى 10 سنوات، وبالتالي هنالك منظور كبير لدى الحكومة العراقية، وهذا ما يجعل السيد رئيس الوزراء يقول أنه سيكون هنالك مراحل. إذن الأولوية ستكون الاستقرار الأولي لعودة النازحين، ثم المشاريع الاستثمارية التي ستطرح من خلال هيئة الاستثمار الوطنية في المؤتمر، وغدا ستطرح هذه حزمة المشاريع على كل العراق، ومن ثم سيأتي التمويل الأكبر إلى الرؤية الاستراتيجية التي يطمح إليها السيد رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي في هذا المجال، وهو إعادة الحياة بصورة تامة إلى المناطق المحررة من حيث أدوات الاستقرار الأساسي، وهي البنى التحتية ومنشآت الحياة العامة التي هي القطاع الصحي والقطاع التعليمي والتربوي، إضافة إلى الجانب الأمني. بالتوازي مع هذا المؤتمر في الكويت، في زيارة كان لوزير الخارجية الفرنسي اليوم لبغداد، يقول لنا هذا شيئا عن الدعم الدولي المتوقع أيضا إلى جانب الدعم هذين اليومين من منظمات؟ يعني أكيد الزيارة الرئيس وزير الخارجية الفرنسي هي زيارة مهمة من ضمن الدول الصناعية السبعة، وبالتالي الدول الصناعية السبعة متعهدة بدعم العراق خلال المرحلة المقبلة، والعراق كذلك سيطمح إلى مؤتمرات أخرى حقيقة، ليس فقط في الجارة الشقيقة الكويت، وإنما قد تكون هنالك في إحدى الدول العربية، وقد تكون هنالك في إحدى الدول الأوروبية، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وإضافة إلى أنه سيستغل العراق المنتديات الدولية من أجل الحصول على حزم تمويلية لمشاريع الإعمار والتنمية في المحافظات المحررة، وكذلك المحافظات المستقرة التي كذلك تحملت آثار وعبء النازحين، التي لابد أن تكون هنالك برامج تنموية لإعادة إحياء قطاعات الاقتصاد المحلي. أنا أشكرك جزيلا. من بغداد الخبير الاستراتيجي الدكتور حسين العلاوي، شكراً.